السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا متابعينا الكرام، ما زلنا في أخبار الطقس والمناخ والتغيرات المناخية حول العالم. السحب العملاقة تصل ألمانيا، السحب العملاقة كانت في أوكرانيا وبولندا. انظروا هذا المنظر غريب المخيف جدا. على طول الناس أول ما تشوف الحاجات تتذكر الله سبحانه وتعالى. نتذكر الله سبحانه وتعالى ونتذكر قوته وجبروته وتحكمه وسيطرته في جميع المخلوقات. هذا السحاب الذي سخره الله للإنسان يستطيع الله أن يحركه كيفما يشاء. نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ونسأله أن يرأف بنا وأن يحمينا من أهوال تلك الطبيعة. انظروا هذا المنظر العجيب الغريب المخيف، تقشعر منه الأبدان، ولكن يجب علينا أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى ونعيد حساباتنا وألا نكون من المفسدين في الأرض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.